تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا وتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا بعد قليل، ولكن في البداية نرحب بفريق العمل معنا في الإعداد اليوم، نور نزال في التنسيق، إسراء الهاشمي في الإخراج، عيسى سبيل. صباحكم الله بالخير جميعا. صباح الخير دكتورة ندى. صباح الورد، صباح الجمال، صباح الأربعاء. الأربعاء سؤال المسابقة دكتورة، معنا وايد وقت اليوم نسلم. إنزين نسلم. مبروك عليكم باكر خميس إجازة. المهم، ما هو أكبر ثاني سبب لارتفاع نسبة الوفيات في دولة الإمارات؟ حوادث الطرق أم أمراض السرطان أم أمراض الجهاز الهضمي؟ على 4006 ونسحب على 4 فائزين اليوم، 2 بيفوزون ب 500 درهم كاش، واثنين بيفوزون بقسيمة بقيمة 1000 درهم، باقة VIP، بعض الفحوصات تسوونها، والهدايا مقدمة من مستشفى الزهرة الخاص. خبصني يا محمود. أنت خلاص قررتي 4 بيفوزون؟ هي لنا. والله ما رد كلمتك. شكرا. انزي ثاني سبب الارتفاع، ثاني سبب الوفاة، ارتفاع نسبة الوفيات. ايوه الثاني، مو بالاول، الثاني. اوكي انزين. طيب نحن اليوم عندنا دراسة حلوة لكن ما بقراها، لان عندنا الدكتورة وفاة عايش مدير إدارة التغذية السريرية معانا في الاستوديو، يعني مستعيلة، هي عندها اجتماعات فقلنا ناخذها في بداية الحلقة. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحكم الله بالنور والسرور. طبعا اليوم نحن آخر حلقة لنا في رمضان. انزين. فبنتكلم عن الحفاظ على نمط صحي وسليم ما بعد رمضان، والعادات الغذائية التي يجب أن نستمر فيها. خلاص يعني رمضان كانت فرصة ذهبية للي استغلها. زين، ولكن هذا ما يمنع أن الواحد يرجع بعد رمضان إلى نمط حياة صحي وسليم. بداية كل عام وانتم بخير. انت إن شاء الله يا رب يكون صيام مقبول وطاعاتكم كلها مقبولة بإذن الله، وجميع المسلمين بإذن الله. التدرج أهم نقطة، خلينا نقول انتقالية من رمضان إلى الحياة العادية، بمعنى أنه المعدة صار لها شهر متأقلمة على وقت معين متأخر، 17 ساعة المعدة فاضية ما فيها أكل، ونرجع لنظامنا العادي. يجب أن يكون التدرج جميل من بعد صلاة الفجر. نحرص جدا بعد صلاة الفجر واللي هي عندك صلاة العيد إن شاء الله، ناخد تمرتين، ثلاث تمرات خلينا نقول فردين دائما، شيء خفيف، وبعد الصلاة ناخد مثلا كوب لبن، كوب حليب. كيف كنا نسوي بالإفطار؟ نصلي وبعدين هاي نهيئ المعدة تدريج على الأكل اللي حيكون، لأنه إحنا بدنا، إحنا دايما نقول الريوق وجبة أساسية ومهمة يجب أنها تكون موجودة، فما يكون دسم. أتمنى عليكم أول يوم في العيد رجاء حار، الإفطار ضروري بس ما يكون دسم، وياريت يكون بعد صلاة العيد حتى يكون عندك فرصة تهيئ المعدة للغدا اللي أنا بيكون متأكدة أنه يكون عامر، وحتكون لفة عيد، الناس تلف العيد وتلف على البيوت وتعايد العالم، وحلويات مني وحلويات من هناك. أتمنى بداية أنه الإفطار بيخليني ما أكل كتير لما أروح أعايد على الأهل وألف البيوت، وخصوصا الأطفال يا جماعة. الأطفال أكثر ناس بيصيبهم تلبك معوي،
وإسهال. من الحلاوة يا من الحلاوة يا دكتور النداوي يا محمود. مو بأكثر من شو اسمه حق الليلة. حق الليلة طول اليوم. هي ثلاث مناسبات حق الليلة والعيدين. هي يعني صحيح. مشكلة صحيح. أمتكم مشغولة وكل حد يقدم للطفل حلويات يعني. إذا دكتورة فبما ذكرنا إحنا الأطفال ونسيوا تلبك من الحلويات. شو الخيار الصحي أكثر ممكن نعطي للطفل عشان يعني ممكن نعطيه حلاوة بس نعطي بعد خيار صحي أكثر بجانب الحلاوة. هلا أول شيء نتأكد إنه هو أخذ فطور. آه صحيح. الطفل إذا معدته ملتملئة طبيعي زي زي الكبير ما رح يشتهيها كتير. بالضبط. فحتى لو قدموا له حلاوة وكذا بيخليها ما بياكلها ذاك الوقت. وبالتالي أنا بهمني إنه التدرج زي ما حكينا فما بيتعرض جسمه لهالسعرات الحرارية العالية والدسم اللي كتير بيكون في هذاك الوقت. فأنا أتمنى إنه شو الأشياء الصحية الكعك العيد اللي بينعمل. أتمنى على الأمهات هالمرة نحاول قد ما نقدر إنه كعك العيد يكون معمول بطريقة صحية بلاش الزيوت المهدرجة. نبتعد عن السمن المهدرج خلينا نروح للأشياء الطبيعية. سمن البلدي ممكن نستخدم زيت الكولولا ممكن نستخدم الأشياء الطبيعية وتكون أحجامها قد ما تقدروا صغيرة حتى تكون السعرات الحرارية الموجودة فيها صغيرة. منها أنا عم بجامل وما عم بعطي الناس سعرات حرارية زيادة لأن شوف ما فينا نطلع عن إطار التقاليد والعادات. بالضبط. نلتزم فيها ولكن نلتزم بطريقة صحية ذكية خلينا نقول. طيب صح. أنا بس بعيد السؤال سؤال حلقتنا اليوم ما هو أكبر ثاني سبب لارتفاع نسبة الوفيات في دولة الإمارات؟ هل هي حوادث الطرق أمراض السرطان أم أمراض الجهاز الهضمي؟ وايد طلبات أن نحذف إجابة. أنا بحذف من الحين دكتورة لأن حتى معظم الإجابات خاطئة كانت عندنا. بحذف حوادث الطرق فبتكون ما بين أمراض السرطان وأمراض الجهاز الهضمي. سامحيني قاطعتك دكتورة على 4006 نستقبل إجابات. عندنا 4 فايزين اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة وفاء طبعا اللي ارتبط بعد مع العيد وكثرة تناول المشروبات اللي فيها الكافيين عالية قهوة شاي قهوة شاي قهوة شاي فشو تنصحين الناس؟ طبعا كل بيت بيروحون فيه لازم بيشربون قهوة شاي أو مثلا ممكن ينوعون مثلا بيت قهوة شاي بيت عصير بيت شوفي خلينا أقول معلومة حلوة هيك إنه القهوة العربية قهوتنا قهوة الإماراتية لذيذة ما فيها ضرر التركيش أو اللي هي الإكسبريسو أو لأنها أخف يمكن كتير خفيفة والكافيين فيها نسبته كتير قليلة. ليش إكسبريسو فيها ضرر؟ لا الكافيين أنا بتكلم عالي فالناس عالي. لما بتاخدها بكثرة بكثرة حتى تعب لكن بالعكس أنا عاشق ولا نارضة للعلم أنا زيه أنا عاشق القهوة عاشق ومعروف عني أنا بحب الإسبريسو بحب التركيش يعني أنا من الناس اللي عاشق القهوة لكن التدرج جيد كمان لأنه بتساعد سوي تركيش رقم واحد دكتورة فات سوي والله الأسم ما شرف تركيش دكتورة فات كان بعزم مر عليها المكتب لازم أهلا وسهلا عقب رمضان طبعا تفضل دكتور. ف يعني لما بنتكلم دائما حطوا قدامكم صحن فواكه. نعم. الفوالة العيد أكبر شيء خلوه يكون صحن الفواكه وصغروا الحلويات صغروا في الأحجام ما تمنعوها ولكن صغروا في الحجم ويا ريت نستبدل السكر بالعسل لأنه صح. أفيد وبنفس الوقت فيه فيتامينات وفيه معادن وعم بيعطيك الحلاوة اللي بدك إياها بدون ضرر زي السكر الأبيض اللي هو يعني سعرات بدون قيمة غذائية عالية. ممتاز. طيب نحن قبل أن نختم معك شو تبغين تقولين كلمة أخيرة؟ أتمنى على الناس اللي طبعا أتمنى لهم عيد سعيد وصحي وهذا هدفنا تحاولوا الحركة بركة بالعيد صح في لفة عيد ما أنا ما بدي أرد العالم ولكن مش ضروري إني أنا ما بكسفهم بأخذ الشغلة ممكن أحطها كل الأطفال معهم شنط يحطوها في الشنطة أصلا أنصح أولادي إن يحطوها في الشنط وأكلها بعدين لما يكون مثلا لاعب مع العيلة كثروا من الألياف الخضار الفواكه الشوربات خلوها موجودة في أول يوم على الأقل حتى تأخذ مساحة وياريت ياريت ياريت نطبخ بصورة صحية وكل عام وانت بخير وانت بصحة والسلامة دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي ما أدري إذا بحط بلاليط في جيبي ولا بحط لا الحلاوة مش على البلاليط ترى تلاقي يدو تعطيهم مصاص وخاو تعطيهم جامي بير ويلا أنا أتكلم على الحلاوة ما أتكلم ما يبون حلويات الحين حتى 10 و20 ما يبون لا يعرفون 50 و100 يعرفون يقول هذا ما يبشي الله يرحم
اتذكر شو اسمه يعطون الكوينز الدراهم ايه. وكنا نحس وايد ونستانس ايه. عليه الحين يعرفون ما يجيب شيء يصير الدكان بعشرين درهم كان شاريه قبل درهمين صحيح. ما ادري ليش ولا بعد الدكان ياخذ الباجي حقه يقول ما عيديه بعد زين بنطلع فاصل بس فاصل. قبل الفاصل نذكر بسؤال الحلقه ما هو اكبر ثاني سبب لارتفاع نسبه الوفيات في دوله الامارات امراض السرطان امراض الجهاز الهضمي الاجابه على 4006 فقط 4006 طرشولنا الإجابات مع الاسم الثلاثي طبعا عندنا 4 فائزين إن شاء الله اليوم 2 بيفوزوا ب 500 درهم و2 بباقة الفحوصات الطبية من مستشفى الزهرة فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن متواصلين معاكم في سؤال مسابقتنا اليوم اللي يقول ما هو أكبر ثاني سبب لارتفاع نسبة الوفيات في دولة الإمارات هل هي أمراض السرطان أم أمراض الجهاز الهضمي على كنا حاطين حوادث الطرق بس شلناها على 4006 مع اسماءكم الثلاثية وبنسحب على 4 فائزين 2 يفوزون ب 500 درهم كاش و2 بيفوزون بباقة VIP بقيمتها 1000 درهم لإجراء فحوصات هدايا مقدمة من مستشفى الزهرة الخاص في دبي طيب 14 يونيو القادم يعني يحتفل العالم كل عام من 14 يونيو باليوم العالمي للمتبرعين بالدم هي مثل مناسبة جميلة مثل العرس لهؤلاء يعني أنا بسميهم ملائكة لأن ما في أجمل من أنك أنت يعني أحس أن هذا أعلى درجات الإحسان أن الإنسان يروح يتطوع بدمه لأخيه الإنسان صحيح. في هذه المناسبة معانا عبر الهاتف دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم صبحت الله بالخير دكتورة وكل عام وانت بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد بمناسبة يعني اليوم العالمي اليوم العالمي للدم وأيضا تقبل الله طاعاتكم وصيامكم صباح النور والسرور محمود دكتورة ندى وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وإن شاء الله ينعاد علينا رمضان والعيد بالخير آمين يا رب إن شاء الله البارحة تقول لي تبغي تسوي تعريف باليوم العالمي وكذا وما عندنا وقت قلت له طشرنا الوقت ها دكتورة فترنا الوقت لا إن شاء الله موجودين كنا مع بعض إن شاء الله وشكرا على دعمكم لكل البرامج والفعاليات لخدمات نقل الدم في الدولة واليوم العالمي للمتبرعين بالدم اللي خصصته منظمة الصحة العالمية للاحتفال بكل عام في 14 حزيران هو ذكرى عيد ميلاد العالم كارل لاندشتاينر وهو اللي اكتشف فصائل الدم ويتم طبعا في هذا اليوم تقديم الشكر والتقدير مثل ما تفضلت محمود إلى جميع المتبرعين بالدم المتطوعين اللي يساهمون في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إلى دم وهذا العام الثيم اللي وضعته منظمة الصحة العالمية لاحتفال هذا العام هو تأهب لمساعدة الآخرين منحهم دمك وتقاسم معهم الحياة جميل جميل في كل سنة يتم اختيار شعار محدد تحدد منظمة الصحة العالمية للاحتفال في كل دول العالم ممتاز قبل كم من سنة كان مخصص للحوامل والسنة فاتت كانت مخصص للتبرع المستمر وهذا العام الشعار هي بضرورة مساعدة الآخرين وأنه من تمنح دمك فأنت تتقاسم الحياة مع المرضى المحتاجين للدم جميل دكتورة مي الحملة بشعارها الجميل هذا شو الهدف اللي تطمحون توصلون له مثلا في عدد معين المتبرعين تناوين توصلون ضمن هالحملة هي مش حملة بس هو يوم مخصص لتقديم الشكر والتقدير وأنه لفت انتباه كل الجمهور والعالم إلى هؤلاء الأشخاص اللي يساهمون في إنقاذ حياة المرضى هو مجرد يوم خصص نشكر المتبرعين نحتفل وياهم دائما احنا يعني حتى هدايا من نخصص أنه نعطيهم لأن أكثرهم يرفضون الهدايا فهم يعني متطوعين
بس مجرد يوم نقف يعني على هذا العمل الإنساني اللي يقومون بهؤلاء الأشخاص. يعني هسه احنا في شهر رمضان الكريم والمبارك، بصراحة يعني شوفي كد عدد الناس اللي يجون بعد الإفطار، حاليا نفتح احنا من الساعة 8 المساء إلى 1 بالليل، يتواجدون للتبرع بالدم رغم انهم طبعا صايمين، واكثرهم يكونون مثلا مداومين الصبح وتعبانين، وطبعا اكيد شعائر رمضان بالصلاة التراويح، لكن يظلون مصرين على ايجاد وقت حتى يجون يتبرعون لانقاذ حياة الدم، فيستاهلون كل الشكر والتقدير. اكيد اكيد، ما في شيء يعني يوفي اللي يقومون به المتبرعين، خصوصا المتطوعين والمنتظمين اللي يتبرعون ب صورة مستمرة. ممتاز. طيب دكتورة، بالنسبة لي يعني الدوامات إن شاء الله في رمضان باقلنا يوم أو يومين على دوام رمضان، وبعد العيد يعني أو فترة العيد بيكون في عندكم شيء ولا متوقفين؟ وبعد العيد كيف بيرجع الدوام؟ إحنا طبعا فاتحين باكر إن شاء الله يعني عطلة رسمية، لكن يبقى دوامنا من ساعة 9 صباحا إلى ساعة 2 الظهر لغير المسلمين الغير صائمين، لكن نفتح من ساعة 8 المساء إلى الساعة 1 بالليل للصائمين. وحملاتنا يوم الجمعة حين يغلق المركز، لأنه إن شاء الله يكون أول يوم عيد فطر، الله يعيده على الجميع بالخير والبركة. لكن فاتحين طبعا إحنا يوم السبت والأحد، ونحن نستمر بتنظيم حملات لأنه ما نقدر نتوقف عن سحب الدم، يصير يعني عندنا نقص بالمخزون، فمستمرين بالسحب. مختبراتنا فاتحة للفحوصات وفصل الدم وصرف الدم للمستشفيات. ممتاز. فهي دكتورة مي مثل دعوة يعني للناس أن يتبرعون بالدم، مثلا هو يوم عيد وفرحة للكل، فما في شيء أجمل من واحد يتبرع لشخص ثاني، فتذكرهم بعد بفوائد التبرع بالدم كتشجيع لهم عشان يتوجهون لمركز دبي للتبرع بالدم. نعم، طبعا التبرع بالدم المنتظم أثبتت كل الدراسات أنه يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة الدماغية والقلبية، وطبعا عملية لتنشيط نخاع العظم بالجسم لإنتاج خلايا جديدة، هذا بالإضافة لأنه يقلل من نسبة الحديد الزائد بالدم خصوصا عند المدخنين، فهو طبعا يعني بالإضافة إلى دورة في إنقاذ حياة المرضى وأنه عمل إنساني، بس في كثير من الفوائد الصحية تعود على المتبرع اللي يتبرع بصورة منتظمة. جميل دكتورة. يعني أيضا عندكم في تطبيق دمي، هذا التطبيق اللي سهل من عملية التبرع بالدم أو يعني آلية التبرع بالدم واختصرها بشكل كبير، فهذه بعد يعني دعوة نوجهها للجمهور ب يعني تنزيل هذا التطبيق عبر متجر جوجل بلاي ولا الأبل ستور. موجود في الأبل والأندرويد محمود، ممكن ينزلون التطبيق يقرون معلومات عن التبرع بالدم ويعبون الاستبيان الخاص بالتبرع بالدم، وهذا طبعا يقلل من عملية التبرع بالدم بتقريبا 20 دقيقة. صحيح. فبعد أن يعبي الاستبيان لح يظهر له كود على الموبايل، فور ما يوصل إلى المركز وهذا الكود ممكن أنه نقرأ وتنتقل كل المعلومات إلى النظام الإلكتروني، يتوجه بعد المتبرع فورا إلى غرفة الفحص والتبرع، فيقلل من نقاط انتقال المتبرع، بدل ما يكون 4 نقاط فحسب نقطتين بس، وحيروح عند الممرضة لقياس ضغط وفحص الدم ثم إلى غرفة التبرع للتبرع بالدم. صحيح، وفعلا الرحلة جدا قصيرة، وأنا جربتها بنفسي مع دكتورة مي، كنت ملي عن طريق تطبيق دمي، يعني ثواني بس وقفت عند الريسبشن سويت سكان خط العلامات الحيوية تبرعت وخلص، يعني الرحلة كلها صارت جدا قصيرة. فهذه يعني دعوة للجميع ينزلوا تطبيق دمي ويملون البيانات هنا. ثواني ما بالغتي شوي؟ لا والله محمود ثواني. لا ثواني صح. وقفت عشان تسوي سكان قالت خلاص. يعني قبل كان المتبرع لازم يجيب الهوية الوطنية ويدخلوها بالإيد، يطبعون الاسم ورقم الهوية، الحين في قارئ إلكتروني خلال ثانية بس تدخلها بالقارئ تنتقل المعلومات من الهوية الوطنية إلى النظام، وبس يظهر الكود من موبايله ينقري في ثانية إلى ثانيتين،
ويتوجه المتبرع فورا إلى غرفة الفحص. هذا وانت تخبريني دكتورة البروسس هذا خدتي فيها 40 ثانية مفتواني. يعني صار يعني تب أقل من دقيقة. بنحسبها مرة ليه إن شاء الله دكتورة. بعد شهرين برد بتبرع بنحسبها. لا لا بالفعل أنا أمزح. وتبرعت الدمها. أحسن من اللي مايا ها. كل عام وأنت بخير دكتورة. وكلمة أخيرة تبغين تقولينها بهذه المناسبة. والله أشكركم على هذا البرنامج الحلو وشكرا على دعمكم لخدمات نقل الدم بصورة مستمرة ومتابعة أخبارنا. وطبعا نتوجه لكل الأشخاص اللي يتمكنون من التبرع بالدم في المساهمة في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إلى دم بالتبرع بالدم. وطبعا لا يوجد بديل لدم الإنسان، فإحنا بحاجة ماسة إلى كل قطرة من قطرات دم الأشخاص الأصحاء لإنقاذ حياة المرضى. شكرا لك وانت بصحة وسلامة. شكرا لك. كانت معنا عبر الهاتف دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. سؤال حلقتنا اليوم يقول: ما هو أكبر ثاني سبب لارتفاع نسبة الوفيات في الإمارات؟ هل هي أمراض السرطان أم أمراض الجهاز الهضمي؟ على 4006 مع اسماءكم الثلاثية وأربع فائزين، 2 ب50 درهم واثنين بقسيمة بقيمة 1000 درهم لإجراء باقة من فحوصات الفي آي بي وهدايانا مقدمة من مستشفى زهر الخاص في دبي. تحطي شيء من عندك بعد هذه آخر حلقة اليوم في رمضان؟ أنت قلت بتحطها، أنا حط فوق، ما تحط ما يستوي. أنا وين أنا السمبوسة ب3 دراهم دكتورة وين أحط أنا؟ الله يهديك. هي كلها السمبوسة ب3 دراهم. الله. فاصل بعد الفاصل نتواصل معاكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم بكل خير مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. هني فاطمة تسأل تقول ما أعرف شو السؤال، ودي أعرف شو السؤال، خبرونا. خبريهم السؤال وعطيهم الإجابات. ما هو أكبر ثاني سبب لارتفاع نسبة الوفيات في دولة الإمارات؟ هل هي أمراض السرطان أم أمراض الجهاز الهضمي؟ على 4006 ونسحب اليوم على 4 بما أنه آخر يوم إن شاء الله في رمضان برنامجنا، 2 ب50 درهم واثنين باقة في آي بي بقيمة 1000 درهم من مستشفى الزهرة الخاص. أبو أحمد يقول مرحبا محمود، أنا مركب جهاز منظم دقات القلب ورحت أتبرع بالدم فما خلوني أتبرع، وأنا في أوروبا تبرعت بالدم وما قالوا لي أي حاجة. أخوكم أبو أحمد. طيب أبو أحمد هني يعني مسألة الفحوصات هذه أنا ما أقدر يعني أفتي فيها، ولا أنت دكتورة، لأن كل حالة أصلا تختلف. ما أعرف شو المشكلة هم حصلوها، ما أعتقد عشان المنظم يمكن في مشكلة ثانية احتمال يعني. فإن شاء الله يا رب يعني الله يشافيك ويعافيك. طيب من المؤسسات اللي حقيقة يعني لها جهد كبير وبارز في مختلف الأنشطة والمبادرات المجتمعية، مؤسسة يعني قريبة على قلوب الناس وأيضا قريبة من عيون الناس أكثر، هي مؤسسة صحيح. نور دبي الخيرية. طبعا المؤسسة لها العديد من المبادرات، في رمضان كانت عندهم مبادرة جميلة جدا. هذه المبادرة يعني توجهوا فيها إلى المساجد وكانت يعني عبارة عن يعني لمسة جميلة جدا قدمتها هذه المؤسسة لمرتادي مساجد الدولة. المهم أنا ما بتكلم وايد عن هذه المبادرة بالتفصيل، ما ناخذها أكثر يعني تفاصيلها مع الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمؤسسة نور دبي الخيرية. صبحت الله بالخير دكتورة. صباح الورد. يا هلا. أول شيء عطينا نبذة عن هذه المبادرة، مبادرة نظارات القراءة في المساجد. هو مثل ما تفضلت نحن أطلقنا هذه المبادرة في رمضان من عام جايد إن شاء الله، وهي مستمرة لين عيد الأضحى المبارك. فهي عبارة عن نحن دربنا أئمة المساجد كيف يفحصون النظر، يكون في فحص فوري في المسجد. ركبنا الأجهزة وركبنا المعدات اللازمة لهذا الفحص، وتم تدريب الأئمة على أنهم كل شخص يحضر للصلاة أو يحضر لقراءة القرآن
يقدر يفحص نظره، وإذا ارتأوا أن يحتاج نظارة أعطيناهم أو زودناهم بعدد من النظارات على حسب الفئات العمرية، وهي نظارات القراءة. يقدرون المصلين أن يستخدمونها في المسجد وبعد يأخذونها معاهم البيت، تساعدهم على القراءة وختم القرآن في هذا الشهر الفضيل. جميل. ممتاز. يعني هنا مطوع المسيد استوى دكتور عيون، ها دكتورة؟ لا هو مش دكتور عيون، لكن هذه الفحوصات مع التدريب البسيط يقدر أي شخص يسويها، لدرجة أن نظارات القراءة متوفرة حين حتى في المحلات العادية. صحيح. لأن نسبة قوة النظارة يعتمد بعد على عمر الشخص. صحيح. فهي مسألة حسابية، لكن الفحص اللي متواجد هو أن يجرب النظارة ويشوف إذا يقدر يقرأ فيها، وفي تعليمات أن إذا ما قدر شو الرقم اللي المفروض ينتقل له. فأي شخص يقدر يجري هذا الفحص، ممكن الواحد على نفسه اللي يسويه من غير تواجد أي شخص ثاني يساعده. فحص جدا بسيط، ولأنه بسيط نحن ارتئينا أن نمكن الناس المجتمع من أن يفحصون نفسهم بنفسهم والنظارات موجودة، وهو يقدر يأخذها ويستفيد من وجوده في المسجد. طبعا داخل معنا في هذه المبادرة كشركاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ونوجه لهم الشكر لتعاونهم الجميل ويانا. و25 مسجد في إمارة دبي، ومن المفترض أن يوزعون فوق 6000 نظارة قراءة. إن شاء الله بعد شهر رمضان راح نحاول أن احنا نزيد عدد المساجد على أساس أن تكون الفائدة أكثر وأكبر لعدد أكبر من أفراد المجتمع. ممتاز. دكتورة منال، وجود مثل هالمبادرة شو أهميتها على المجتمع، وكيف ممكن لأفراد المجتمع أنهم يساهمون معاكم في هالمبادرة الجميلة؟ والله احنا لما شفنا الإحصائيات العالمية لمشاكل النظر مع تقدم السن، لقينا أن الأعداد كثيرة كبيرة، يعني فوق المليار شخص يعانون من ضعف النظر بسبب تقدم السن. وهذا مش مرض ممكن علاجه بعملية أو بدواء، هذا مجرد تغيرات تحصل في عدسة العين. ممكن أن نحن نتجاوز هذه المعوقات بالنظارة العادية. صحيح. وطبعا كثير من الناس ما ينتبهون في بداية الأمر، لأن تصيب بس الرؤية اللي هي قريبة، مثل القراءة، مثل لما يفتحون يبون يشوفون شيء بالأجهزة التلفونات الذكية، لكن مش الرؤية البعيدة، هذه ما تتأثر في بداية الأمر. فيكون المستفيد من هذه المبادرة لما يحاول يقرأ القرآن، أو لأن تعرفون شهر رمضان الحين وايدين يحاولون يختمون القرآن، فالقراءة عندهم تزيد، فبعد ما يقرأ كذا صفحة يصيب صداع أو يحس بالدوخة أو ما يقدر يكمل، ويعتقد أنه بسبب الصيام أو بسبب التعب، لكن هو لا، يكون عاد غالبا السبب أنه قاعد يجفت عينه وقاعد يستخدم نظارة ويستخدم العدسة الطبيعية لداخل العين ومن غير ما يساعدها بالنظارة، فتسبب له مثل ضغط على العين، وهذا اللي يسبب الأعراض اللي ذكرناها. فإن شاء الله بتوفر مثل هذه المبادرة أن الناس راح تبدأ تقرأ لساعات أطول وتقرأ أكثر في فترة قصيرة من غير ما يتعرضون لأي مشاكل صحية. في مساجد معينة دكتورة ولا كل المساجد اللي موجودة في الإمارة؟ طبعا احنا اخترنا 25 مسجد، تم الاختيار عن طريق دائرة الشؤون الإسلامية للعمل الخيري، لأنهم هم أدرى بالمساجد اللي عندهم والموظفين الأئمة اللي داخل المساجد. صحيح. والتوزيع الجغرافي بعد كذلك في إمارة دبي. بالضبط. بس نحن بعد عندنا عدد أكبر طلبنا من النظارات اللي راح نوفرها بعد العيد إن شاء الله، ففي خطة أن احنا نكثر عدد المساجد، ويمكن تشمل مساجد خارج إمارة دبي. جميل. والناس اللي حابة تتبرع معاكم دكتورة منال أو تساهم في إعطاء النظارات أو التبرع، كيف ممكن يتواصلون أو كيف ممكن يتبرعون؟ هو نحن عندنا صناديق التبرع موجودة في كل الأماكن اللي في دبي تجارية، يعني مثل المولات أو في المراكز الصحية، وفي بعد عندنا التبرع عن طريق الرسائل النصية. الرسائل النصية موجودة ومعلون عنها يعني تقريبا في وسائل التواصل الاجتماعي. ممتاز. وفي عندنا عن طريق اللي هو دبي الآن، تطبيق دبي الآن، أو حتى عن طريق تطبيق سمايلز اللي هو تابع لاتصالات، أو عن طريق الويب سايت اللي هي nourdubai.ae. ففي عدة طرق أن الواحد يقدر يساهم فيها، وحتى لو هو غير قادر أو غير متمكن لأنه يتبرع، بمجرد أن أرسل هذه الرسالة لما عارفة أو لأي شخص ثاني قادر أن يتبرع فدال على الخير كفعله،
فبيكون ساهم كثير في دعم مثل هاي المبادرة. طيب دكتورة الحين اللي بيدخل المسيد وكذا بمانكم توزعون هاي النظارات بلاش وكذا، ما تحسين انه في مثل عندنا يقول ما بلاش كثر منه يقولون كذا، فاحتمال تروح حق ناس مش مستحقينها؟ ما علي، احنا وصلنا في الامارات الحمد لله انه في وعي كبير بالمبادرات الإنسانية، وفي مسؤولية مجتمعية بعد كثير كبيرة، وشفناها في مبادرات كثيرة أطلقت داخل دولة الإمارات. ما أعتقد أن الحين في شخص بياخذ نظارة هو مو مستاهل، خاصة هو سائر يصلي أصلا، وخاصة أنه هو راح مسجد، هو حتى لو خذاها طبعا هو لازم يستلمها من اللي مش موجودة في المسجد، ولازم يأخذها من الإمام، من الإمام. فالإمام عنده طريقة أن يفحص فيها، إحنا دربنا عليها، وحتى لو هو كان يبغي يأخذها يقدر يأخذها عشان يعطيها لشخص محتاج. ما أعتقد أن حاليا في دولة الإمارات لله الحمد أن في شخص ممكن يستغل مبادرة إنسانية ومش في المسجد، وإذا وجد لا سمح الله يعني أعتقد العدد كثير ضئيل، إحنا ما رح نحرم مجتمع بأكمله من هذا الخير بسبب وجود يمكن عدد جدا بسيط من الناس اللي قد تستغل المبادرات. جميل. أيضا دكتورة هذه دعوة كذلك نوجهها ل يعني رجال الأعمال، المؤسسات الحكومية والخاصة كذلك، في اللي حابين مثل أنهم يشاركون في مختلف المبادرات اللي تقدمونها في نور دبي، بإمكانهم التواصل معكم. هناك العديد من المبادرات اللي قدمتوها دكتورة، فيعطيكم ألف عافية. في شيء بعد دكتورة تبغين تضيفين في هذا المجال؟ لأن أبغي أنتقل شوي للأمور الثانية اللي أنتم سويتوه، لأن مؤسسة نور دبي حققت إنجازات عالمية في أعداد الأشخاص اللي تم علاجهم، فأبغي أتطرق لهذه المواضيع. في شيء بتضيفين عن مبادرة النظارات ولا؟ طبعا يعني مبادرة النظارات هي من المبادرات اللي نحن نفكر أنها تستمر إن شاء الله في إمارة دبي، وعلى نطاق أوسع يعني احتمال أن احنا نشمل إمارات أخرى في دولة الإمارات. ولين الحين شفنا أثرها كثير طيب الحمد لله، يعني قاعدين نوصل الخدمات للناس اللي فعلا محتاجة داخل المجتمع، وقد تكون الحاجة مش بسبب قلة أو صعوبة التكاليف، بس تكون الحاجة عدم دراية باحتياجات الشخص للنظارة. أم يوسف هني تقول تعتبر صدقة جارية هذه النظارات. الحمد لله. فإن شاء الله يعني أي حد حابب يساهم معنا، مثل ما تفضلت في طرق كثيرة للمساهمة سواء في هذه المبادرة أو مبادرات ثانية عالمية، وإن شاء الله يعني الأجر كبير في أن الواحد يساعد مريض على أن يبصر مرة ثانية أو أن يشوف النور، فيعني الأجر كثير عظيم فيه، خصوصا وإحنا في شهر رمضان الفضيل. كم أعداد الأشخاص اللي عالجتهم دكتور على مستوى العالم حاليا؟ على مستوى العالم وصلنا لمساعدة تقريبا 27 مليون شخص. ما شاء الله 27 مليون شخص يعني ساهمتوا في إعادة النظر لهم. الحمد لله. أنت تخيلي دكتورة ندى، أنت تعرفين لما ترجعين النظر حق شخص واحد من هذه، أنت يعني تغير حياته، مو بحياته هو، حياة الأسرة كلها. بالضبط، يرجع يعمل، أتوقع يقدر يعيل عائلته مرة أخرى، بدل ما كان مثلا وإذا كان رب أسرة وما يقدر يعيلهم. فمبادرة جميلة وعدد ما شاء الله هائل، فإحنا ما أثرنا في هالملايين من الناس، ولكن أثرنا في عوائل ومجتمعات كاملة أكيد لما عالجتوا هالناس كلهم. هو طبعا يعني الأثر كبير على المجتمع كله مش بس على العائلة، لأن مثل ما تفضلتي الرجال أو السيدة اللي مصابين بالإعاقة البصرية ممكن يرجعون يشتغلون، ممكن الأطفال يرجعون يدرسون، ونحن لاحظنا أن في بعض الدول الفقيرة اللي يستوي أن لما يكون في شخص عنده مصاب بالإعاقة البصرية دائما لازم يكون طفل من الأطفال العائلة يقعد في البيت ينحرم من التعليم بس عشان يقعد معه ويراعي ويهتم فيه. فنحن بعد أن قدرنا نمكنه من أنهم يتخلصون من هالشيء، والحمد لله يعني الأثر كبير. هي مشكلة البصر أو الإعاقة البصرية مشكلتها أن عدد كبير من الناس متعرضين لها، لأنه هو تغيرات طبيعية في جسم الإنسان مع تقدم العمر أو تقدم السن، يعني مش عن طريق إصابة ولا عن طريق مرض ثاني. كبار السن معرضين للإصابة بالمياه البيضاء، وهذا من الأمراض اللي يسبب العمى. وعدم توفر التكلفة أو عدم توفر الطبيب المناسب اللي يقدر أن يقوم بهذه العمليات هو اللي سبب ارتفاع نسبة الإعاقة البصرية حول العالم.
فنحن الحمد لله عن طريق المخيمات العلاجية في دول أفريقية وفي دول آسيوية قدرنا أن نحن نوصل لأكبر شريحة من الناس المحتاجة لتوفير العلاج الفوري لهم في المخيمات، وفي نفس الوقت تم تدريب الكوادر الطبية عندهم في دولهم عشان هم يكملون ويعالجون أكبر عدد ممكن لما نرجع لهم مرة ثانية مع مبادرة نور الزي. فهو برنامج تمكين القدرات اللي متواجدة عندهم وبنفس الوقت توفير علاج داخل دولهم. جميل. لحن دكتورة كان عندنا سؤال الحلقة يقول ما هو أكبر ثاني سبب لارتفاع نسبة الوفيات في دولة الإمارات؟ أمراض السرطان ولا أمراض الجهاز الهضمي؟ كنا حاطين الإجابة طبعا أكيد أمراض السرطان. بس دكتورة شو أول سبب لارتفاع نسبة الوفيات عندنا في دولة الإمارات؟ هو أنا مش متأكد إذا مرتفع أصلا نسبة الوفيات عندنا، إحنا لله الحمد دولة عندنا لا يعني نسب الوفيات في ارتفاع لها، نحن كنا حاطين حوادث الطرق كخيار بعد موجود أحد أعلى يعني السبب اللي سبب السبب المسبب لأكثر عدد وفيات. بس أنا أعتقد السكتة الدماغية والسكتة القلبية هذه اللي هي الأولى أعتقد إذا حس إذا ما خاب ظني. في أسباب كثيرة يعتمد على الفئة العمرية ويعتمد على بعد الشخص يعني من أي دولة هو. صحيح. لأن في بعد الأمور الوراثية اللي صح. تتدخل بهالأشياء. طبعاً ما في شك إن حوادث الطرق تسبب الوفيات وتجنبها من الأمور السهلة جداً. صحيح. يعني إذا الشخص أصاب بمرض لا ممكن علاجه، لكن حادث الطريق في إجراءات صارمة وفي قوانين صارمة في الدولة لتقليل نسبة الوفيات من حوادث الطرق، وهذه يعني تطبيقها جداً سهل، يعتمد على الشخص نفسه اللي قاعد يقود السيارة أو اللي متواجد في السيارة إنه يكون إنسان مسؤول مش بس عن نفسه وعن صحته وعن سلامته، ولكن عن سلامة كل المستخدمين الطرق. لأنه ممكن يبيهم الطريقة غير مباشرة. فلو كل شخص منا يراعي هالشيء ويراعي مسؤوليته أعتقد أن هذه النسبة راح تقل بطريقة كبيرة. صح. أنا أعتقد حتى ما أدري وين قريت أن حوادث السيارات هي تقتل الناس أكثر من التدخين بعد دكتورة. التدخين يقتل شخص لأن حادثة يقتل جماعة مجموعة من الناس. عموما نحن شاكرين لك دكتورة، يعني بس إن كانوا يسألون كيف ممكن يساهمون في هذه المبادرة مرة ثانية أو مبادرة نور دبي بشكل عام، لأن يعني نأخذك كلمة أخيرة وتحفيز للناس للتبرع لمؤسسة نور دبي الخيرية. إن شاء الله إحنا مثل ما ذكرت لك في عندنا طرق عديدة للتبرع، والمساهمة ما تكون فقط عن طريق التبرع، ممكن عن طريق التطوع بعد. إحنا فاتحين مجال التطوع عندنا في نور دبي سواء داخل الدولة أو حتى خارج الدولة، اللي عليهم أن بس يسجلون يتواصلون معنا في مؤسسة نور دبي أو يسجلون عن طريق الويب سايت ويتم التواصل وياهم. أما بالنسبة للتبرع المالي ففي عدة طرق، إحنا عندنا مبادرات كثيرة للتبرع طبعا كلها راح تروح لبرامج مكافحة العمل، لأن نحن كمؤسسة نور دبي يعني كل الفلوس اللي تدخل لنا من التبرع نصرفها في البرامج وليس على الأمور الإدارية يعني. فالحمد لله يعني في سبل عديدة للتواصل ويانا، وممكنهم يتواصلون معنا عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الاتصال الهاتفي عن طريق الويب سايت أو الحضور. إحنا مكاتبنا موجودة في هيئة الصحة في دبي في أود ميفا، فممكن لأي شخص أن يتواصل لنا ونحن حتى بنوصل لنعجز. جميل. شاكرين لك دكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمؤسسة نور دبي الخيرية، شاكرين لك وقتك وإن شاء الله يا رب الله يوفقكم في كل المبادرات اللي تقدمونها. شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا لكم. نهارك أيمن ليش مستعيل؟ مستعيل وراء جهاز حق العيد أيمن عشان شي انزي خلص الوقت يقولنا. بس الفائزين معانا، الفائز الأول هي الفائز الأول أحمد شوقي الصياد فاز معانا ب 500 درهم اليوم. خلي أيمن اليوم أنا بصفد روحي عادي ما عنده تصفيق، هي في مشكلة عنده في هذا. إذن ألف مبروك لأحمد شوقي الصياد الفائز الأول معانا ب 500 درهم.
يقول روعة ومفيد برنامجكم, بالأخص موقع عوان اللي أتاح لنا فرصة الاستماع للراديو عن طريق برنامجكم. شكرا لك من القلب. شكرا لكم. شكرا جزيلا. الفائز الثاني خليفة غانم سعيد عبد الله, فاز معنا بباقة الفحوصات الطبية المقدمة من مستشفى الزهرة. الفائزة الثالثة أم حبيبة محمد يوسف, يا سلام يا سلام, فازت معنا ب 500 درهم, تستاهلين يا أم حبيبة. والفائزة الرابعة معنا بقسيمة بقيمة 1000 درهم لإجراء الفحوصات الطبية لكبار الشخصيات في مستشفى الزهرة, دهبة تاج الدين حسن. دهبة ولا دكتورة هبة؟ لا أنا أعتقد دهبة. دهبة؟ من ذهب يعني؟ من الذهب. الذهب آه. يمكن دهبة. تاج الدين حسن. لو دكتورة ما منفوز ترى. ألف مبروك لذهبة تاج الدين حسن. إذن كل الشكر. يعني أنا في ختام هذه الحلقة اللي في شهر رمضان يعني أتوجه بجزيل الشكر لفريق العمل في البداية لك أنت الدكتورة ندى الملا, شكرا جزيلا لك. شكرا لزملاء في الإعداد حسني البلاونة, نور نزال, وزميل يوسف سعد كذلك. كل الشكر لك إسراء الهاشمي, يعني ساعدنا بالعمل معك. وشكرا لأيمن سرحيل مخرجنا, شكرا لعيسى سبير كان معنا في بعض الحلقات يعني, بس أيمن شكرا لك. طبعا ما نشكر وائل زعتر لأنه ما كان معنا في أي حلقة. عموما إزاكم الله خير, تحملتونا في هذا الشهر وإن شاء الله ما كنا يعني ثقيلين دم عليكم. نقولكم في الختام يعني في ختام يعني حلقاتنا في شهر رمضان, لأننا ما رجع بعد شهر رمضان إن شاء الله في حل اللي تعودتوا فيها علينا. نقولكم يعني في الختام استروا على ما شفتم, وإن شاء الله يا رب تلتمسوا لنا العذر دائما, وإن شاء الله الله يتقبل صيامنا وصيامكم, ويتقبل طاعتنا وطاعتكم, ويبلغنا إن شاء الله وياكم يعني رمضان سنين وبنين إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. ضيف سريع مر علينا لكن يعني كان خفيف الحمد لله. عموما شكرا لكم, هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي, وحتى نلقاكم بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.